الله اوقاتكم كل خير. يلا حياهم واجد اللي يطلبوني اني اشرح الموضوع اليوم حبيت اشرحه، اللي هو تركيب الثلاجه للفورشنر بين المرتبتين نفس اللاند كروزر والسكويا، لكن اليوم غيرنا الموضوع بقوه. هذه 25 لتر ما شاء الله تبارك الله، بحيث ان الفورشنر ما يركب بين المرتبتين الا 10 لتر فقط. ال 10 لتر ما تاخذ الا علبتين بيبسي من الصغر، ولا تستاهل من يشتغل ويتعب. هذه الثلاجه 25 لتر ويكو شركة سنيد زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، حتى الشكل ما شاء الله جاي مع الديكور باللمسات ما شاء الله تبارك الله، ومع تركيب هذه الاكواب وتثبيتها. ابشرح لكم كيف طريقة التركيب من الالف الى الياء. الخطوة الاولى، الفورشنر بين المرتبتين 25 سنتي والثلاجة هذه 28. وصلحت يا عبد الرحمن، اول شيء قصيت التكاية، هو يجي مركة ابا انزل لكم صورتها بعد شوي. قصيت المركة، المرتبة حقت الراكب زحفتها يمين شوي 3 سنتي. السواق ما لمسته علشان ما يختلف عليه السواق، ابشرح لكم من ورا. وكالة كنت حاط اليو اس بي والفيش ورا وقصيتها من هنا، بحيث اني لو بغيت ارجعها وكالة ولا احط اي غرام مقارب للون وان شاء الله تضبط. وللمعلومية ترى رخيصة بالتشليح، يعني كامل الديكور انا سألت عنه ب 250. القصة جاية من هنا، شفتوا؟ هذا حد القص، يعني ما بين ابدا، وحطنا هالتلبيس وهذا علشان يغدي الديكور ماشي مع بعض. المعلوميه اللي النقطه اللي بعطيكم اياها، اكثر الثلاجات تجي تهويتها اذا صارت تنفتح من هنا تصير التهويه على جنب، يعني تخيل انك جالس تصير المروحه تنفخ عليك هواء وعلى الراكب، هذا انا ما ابغاه لانه يسبب لك حراره. انا اخترت الثلاجه هذه الويكو بحيث ان التهويه تكون ورا. خلوكم معي، هذه الثلاجه من ورا هذه تهويتها بحيث ان المساحه وسيعه ولا يسبب حر. النقطة الثانية، بيركب معي احد في النص ما يقدر، او يتربع او مثلا يمد رجلينه بحسب الامكان. لكن يوم اني اركب، شوف احنا ركبت ما شاء الله تبارك الله، شكله صاير مركة وشكله حلو. تبغى ان اللي ورا يركب وما ما عنده مشكلة، يبيلك تقدم الجلنطة هنا. طبعا الشغلة هذه انا ما حبيت لان فيها قص واير وما واير، فكنسلت موضوعها، قلت ما عندي مشكلة اني راكب الان انا ورا واللي هنا يركب وتركه، لو جاء معي طفل ما في مشكلة، يعني الحمد لله أنا حاسب من حساب اللي يركبون معي. فأعجبني موضوعها وخليتها بهالشكل، إذا حاب تقدم قص الجلنط وقدمه فقط. وهذا يو اس بي مثبت في القاعدة هذه في كرسي، بحيث اللي يركب معك يشبك الفيش الثلاثي أو اليو اس بي ويشحن ويتركه، يعني صاير شكله مع الديكور ماشي تمام. ثلاجة حديد بس لبسته أنا موكيت عشان يمشي شوي مع الديكور، ولا هو لونه نفس هذا في الأصل، مثبت بمسامير، يعني تثبت تكون افضل ما تتحرك عليك. مرتبه الراكب اللي اشتغلت عليها وزحفتها يسار زي ما انتم شايفين قريبه شوي من الديكور، لكنها ترجع وتتقدم وتنزل كل شيء. اللي سويناه عليها اضفنا عليها زي المبسطه لحمناها، هذا مسمار الوكاله، هذا المفروض راكب هنا، زحف حطينا فيها مبسطه لحمناها وخليناها زاحفه يسار 3 سنتي. بالامكان لو برجعها وكاله، اللهم بس اني اجيب شاكوش وش اسمها واشيل هذه المبسطه خلاص، اركب المسمار هنا زي الوكاله، يعني ما لعبنا في القاعده هذه ابدا. زي ما انتم شايفين هذه المبسطات، الشغل ترى سهل ولا تستصعبون شيء ابدا. شوفوا ما شاء الله شكله مع الديكور صايره حلوه ومع الاكواب البيبسي، تب التب ما شاء الله. واذكروا الله يا الربع. عن اسلاك الثلاجه وين جايه مع تحت الفرشه، انا حاط بطاريه اضافيه بحيث انها تشتغل 24 ساعه في السياره، كله تمديد مخفي تحت الفرشه على الكبوت، يعني انت على حسب رغبتك.